ربما ننتقل الآن إلى نقطة أخرى. تم تداول مصطلح المال السياسي بقوة خلال هذه الانتخابات. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنناقش هذه الفكرة. بعد صدور أول قانون في الجزائر والذي أعطى الضوء الأخضر لتقنين العملية الانتخابية وتجفيف منابع الدعم المالي التي كانت تتلقاها الأحزاب فيما مضى، تعالت الأصوات المتخوفة من استعمال المال الفاسد من قبل بعض المرشحين المعروفين بشهرة أصحاب شكارة، بالإضافة إلى لجوء بعض الأحزاب والمرشحين للأموال الخارجية أو ما يعرف بالرشا غير المباشرة. الدولة والسلطة والقائمين على الأمر في متابعة من كانوا سبب في الانحطاط الأخلاقي في بعض الأحيان بخصوص الحملة الانتخابية واستعمال المال لشراء الذمم لشراء المواقع. وهذا ما دفع باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لمطالبة الحكومة الجزائرية بتقديم الدعم المالي للأحزاب مع متابعة كيفية استعماله. كان هناك مادة القانون صريحة وهي مساعدة الدولة للأحزاب، ورسمنا وزارة الداخلية مرتين في هذا الشهر ولكن بدون جواب. ماذا قلنا في هذه الرسالة؟ أن على الدولة أن تدعم الأحزاب القادمة منها والجديدة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ ليس طمعا في المال ولكن مساعدة الأحزاب ضرورة ملحة، وخاصة في هذا الوقت بالذات. قلنا نساعد الحزب ثم نحاسبه. كما أبدت بعض الأحزاب تخوفها من الاستيلاء على إرادة الجزائريين بشراء أصوات الناخبين. نحن في الجبهة الوطنية الجزائرية نقترح أن يكون سن قوانين صريحة في هذا المجال تفاديا لاستغلال أصحاب النفوذ أصحاب الأموال في مؤسسة ذات مصداقية ومهمة بالنسبة للبلاد وهي مؤسسة شرعية. ويضيف متابعون للوضع السياسي في الجزائر أن بعضا من أصحاب المال عمدوا في بداية الأمر إلى الحصول على موقع مريح في قوائم المترشحين لخدمة مصالحهم فقط. أصحاب الكار نعم هم موجودين، هم مصطلح كان في وقت اليوم مازالوا يعملوا به، لأن أصحاب الكار اليوم هم اللي شراوا رئيس القوائم ورؤساء القوائم، هذا لا يخدم الجزائر لأنه كتبوا على الشعب الجزائري في العهودات السابقة. من خلال رسومات كاريكاتورية هزلية نقدية تعاطت مختلف وسائل الإعلام في الجزائر مع ظاهرة استعمال المال في غير موضعه قبل وخلال الانتخابات التشريعية. صراع كبير بين منطقي المال والكفاءة في استحقاق يجري في ظرف استثنائي تشهده المنطقة، وإن بدت الجزائر في منأى عن تفاعلاته داخل ساحة سياسية قد تغيرت ملامحها في انتظار أن تدق ساعة الحسم وإعلان النتائج التشريعية. فوزي بن جامع، الشروق تيجي.